بسم الله الرحمن الرحيم. ونحن نتحدث في تبسيط الطب، نتحدث عن نوع من الأورام اسمه الليمفوما. وقلنا زي ما سبق ان الليمفوما تورم في الغدد الليمفاوية. ممكن تورم الغدد الليمفاوية ده يبقى في الرقبة، يبقى تحت الإبط، يبقى في البط، يبقى بين الرجلين، حتى في الساق، في الذراع، تورم كده غدد ليمفاوية. طبعا عشان اقول ان ده تورم غدد ليمفاوية بعمل صورة دم، وبعمل عينة، وبعمل حاجات كتير عشان أعرف ده إيه بالظبط. وممكن أعمل عينة من النخاع العظم أو البون مارو، ممكن أخد عينة من الليمف نودز نفسها وأشوف هل يا ترى ده جنرايز ليمفادينوباتي، يعني كل غدد الجسم متورمة ويكون ده له أسباب زي الدرن، زي الملاريا، زي ولا ده حيل لالتهاب موجود في الأطراف. عموما الفيصل في هذا الكلام الليمفومز، أو نقول عليها العينة. والحقيقة قبل ما نتكلم على العينة، يعني في ناس تخصص لما نودي لها العينة تطلعها مالجنت، يعني في معامل كده نعرفها، كل ما بعت لها عينة تطلعها مالجنت، مع إن العيان بياخد مضادات حيوية وأدوية وبيخف. معنى هذا إيه؟ طب ليه المعمل كل ما بعت له عينة تطلعها كانسر؟ عشان يقول لك انا في الامان. اي لو انا طلعتها بناين طلعت حميده وطلعت كانسر، يقول لا ده وحش. طيب في الليمفومز اللي هي الاورام بقى، مش حيل، في انواع، نوع اسمه هوجكن ونوع اسمه نان هوجكن. مع الهوجكن ده ايه؟ اولا ليمف نود انلارجمنت ومعاه هيباتوسولينو ميجالي، ولازم تضخم الكبد وتضخم الطحال وتورم الغدد، وساعات معاه مشكله في الايه، في البون مارو، يعني في نخاع العظم، يعني معاه اعراض، وساعات يبقى معاه سخونيه ونقص في الوزن وعرق بالليل، وساعات يبقى هرش شديد، وعنده مشكله كبيره جدا اللي هي الورم السرطاني اللي اسمه ايه، ليمفوما. يبقى علشان اقول ان ده ليمفوما ورم سرطاني، يبقى لازم يكون معاه اعراض تورم الغدد والطحال، تورم الغدد كلها، تضخم الكبد والطحال، معاه مشكله في العظم، الم في العظم، معاه حمى، نقص في الوزن، حد بقى بنوع عليه ده سرطان. حسب العينة اللي بناخدها بقى من الليمف نودز أو من نخاع العظم، بنشوف هل يا ترى سنجل ليمف نود ده يبقى ستيج 1، يعني ليمف نود واحد. هل يا ترى معاه ليمف نودز أباف أو في ناحية واحدة من الدافراج، يعني كذا ليمف نود في ناحية واحدة من الحجاب الحاجز، يبقى ده ستيج 2. طيب عدى بقى الحجاب الحاجز، يبقى فوق او تحت، بقينا في ستيج 4، دخل على العظم او على المخ او على الكبد او على الرئه، يبقى ده ستيج 4، يبقى ده عمل ميتاستس او انتشار. طبعا كل ستيج المفروض ان لها، او كل مرحله لها ايه العلاج بتاعها، بس علينا ان احنا نشخص في الاول. لما بناخد عينه بيبقى في حاجه اسمها ريد سترينجبرج سيلز، خليه كده لها عينين، كل عين او نواتين، كل نواه عامله زي عين البومه، بيعرفها الراجل بتاع الايه، الهيستولوجي. طبعا افضل حاجه ان احنا نديله العلاج بتاع الاورام، وده بياخدوا جرعات معينه، سواء خد العلاج الكيماوي او خد العلاج الاشعاعي. ساعات بيعملوا شيست اكس راي، وساعات بيعملوا شيست او سي تي شيست عشان اشوف ايه الموضوع، و اشوف بقى الهيماتولوجي بتاعي، يعني صوره الدم، يا ترى صوره الدم دي فيها ايه، فيها زياده في كرات الدم في الليمفوما. مش معقول يعني اشخص انها ليمفوما والليمفوسايتس طبيعيه، يعني هل يا ترى عنده زياده في الليمفوسايتس، ها، ولا عنده ليمفوبينيا، ولا عنده، يعني لازم يكون في حاجه. يعني ساعات المرض بيبقى بالعكس، بدل ما يبقى عنده ليمفوسايتوزس، يعني عنده ليمفوسايتس كتير، يبقى عنده ليمفوبينيا. ساعات اشوف الليفر فانكشنز او اشوف وظائف الكبد، حاليا طبعا الترانسمينيزس عاليه، والاقي طبعا سرعه ترسيب عاليه، والال دي اتش والكالسيوم. العلاج باخد طبعا بلاد ترانسفيوجن لو هو عنده مشكله في الدم وانيميا حاده والهيموجلوبين اقل من 7، بدي انتي بايوتكس عشان خاطر الانفكشن، بدي السبيسيفيك تريتمنت اللي هو راديو ثيرابي وكيمو ثيرابي. راديو ثيرابي للايرلي ستيج، يعني علاج بالاشعاع، وكيمو ثيرابي في الليتر ستيج او المراحل المتاخره اللي هي ستيج 3 وستيج 4. في كومباينيشن ثيرابي
او في كومبينيشن كنترول حافظينه كده، زي الاي بي في دي وزي الموب وزي السوب، دي حاجات يحفظها بتاع الايه الاورام. وساعات لو الموضوع كبير قوي، يعني مثلا عندنا بريشر سيمتومز او عندنا جاستريك ليمفوما، ساعات بنضطر ان احنا نعمل علاج ايه جراحي. دي اسمها الهوجيكن، والمره الجايه ان شاء الله نشوف ايه الفرق ما بين الهوجيكن والايه والنان هوجيكن ليمفوما، عشان نعرف هل يا ترى بيفرق في العلاج ولا. شكرا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.